نعم، هو نظريا حزب العدالة والتنمية فقد شعنته في البلاد بسبب الحالة الاقتصادية والحالة السياسية، سواء كانت سياسة داخلية أو سياسة خارجية. الآن يقوم حزب العدالة والتنمية بإثارة الفوضى والشغب بين المعارضة، ويقوم بزج كافة المعارضين. من يكون معارض له يقوم بزجهم دائما، وخصوصا حزب الشعوب الديمقراطي اليوم يعلم تماما بان مفاتيح هذه الانتخابات سيكون في يد حزب الشعوب الديمقراطي. في يومين هناك اعتقالات بحق اعضاء حزبنا من قبل سلطات حزب العداله والتنميه. لذلك حزب العداله والتنميه يوما ما يقول سيقوم بالهجوم على اليونان، يوما ما سيقوم بالهجوم على الرجاء، يقول يوما ما سيقوم بالهجوم لانشاء حرب بين في الشرق الاوسط من اجل التمسك بالسلطه. لان الدكتاتوريين عندما يهز عرشهم او كرسيهم يقوم اما بالهجوم على باثاره الحرب داخل البلاد او بالهجوم على الاقتصاد. الحاله الاقتصاديه في البلاد منهاره جدا، لذلك المجتمع التركي، المجتمع في البلاد غير راضي تماما عن تصرفات حزب العداله والتنميه. وحزب العداله والتنميه لو كان لديه الثقه في نفسه لذهب الى انتخابات مبكره في البلاد، ولكنه يعلم تماما بانه سيخسر في اي انتخابات. لو كان الانتخابات في زمنها المحدد في حزيران عام 2023 سيخسر تماما، لذلك يقوم بتطويل عمره. انا في وجهه نظري اذا حزب العداله والتنميه اذا خسر الانتخابات عام 2023 سيكون هناك شغب وفوضى داخل البلاد، لم يترك السلطه بهذه السهوله. نعم، اكمالا لحديثك استاذ احمد، برايك ما هو الحل الامثل لسد الطريق امام مخططات ومزاعم النظام التركي في انتهاج سياسات غير منطقيه على ارض الواقع؟ يجب على المعارضه التركيه بشكل عام، الطاوله السته المؤلفه من احزاب المعارضه، نحن في الطرف السادس من هذا، يجب ان يكون هناك توحيد بين اطراف المعارضه من اجل ترشيح رئيس الجمهوريه ضد رجب طائب إردوغان. يجب ان يكون قوي، ان يكون هناك رئيس جمهوريه مشترك بين اعضاء المعارضه. طبعا هناك عده اسامي، هناك يقول من يكون امام اوغلو هو المرشح، او منصور يافاش، او عبد الله جل كمان اسمي على الطاوله، في طاوله المعارضه. لذلك نحن من اجل التخلص من الدكتاتوريه في هذا البلاد، نحن حزب الشعوب الديمقراطي، ما يفعل لدينا سنقوم بواجبنا من اجل التخلص من هذا النظام الدكتاتوري الذي فسد البلاد خلال 20 عاما، وقام برجع تركيا الى 20 او 25 عاما من الحاله الاقتصاديه. وهناك كل يوم ما يكون هناك ازدياد في الاسعار، هناك ازدياد في الساحه التركيه من الناحيه الاقتصاديه، هناك اسعار النفط والبترول يوميا تزداد، هناك قيمه الدولار يوميا تزداد. لذلك الخوف والهلع يسير داخل حزب العداله والتنميه، ويعلمون تماما بانهم سيكون نهايتهم الاخيره. وبعد هذه الانتخابات اذا طبعا سيخسر حزب العداله والتنميه، لا ليس سيكون نهايته، ليس يعني بعد هذه الانتخابات ليس لا هناك شيء اسمه حزب العداله والتنميه، سينفي باتاتا. نعم نعم، شكرا لك الأستاذ أحمد الباحث والكاتب السياسي وعضو في حزب الشعوب الديمقراطي، كنت معنا من أزمير، شكرا لانضمامك معنا.